خلينا نبعد فترة ونشوف كده لما نغيب، اعتبروا بعد مؤقت وهو كده احسن ليا وليك. خلينا نبعد فترة ونشوف كده لما نغيب، يا نفوق لبعضنا نرجع يا نقول محصلش نصيب. وانا لسه باقي على الحاجات اللي انا جنبك عشتها، ده انت رغم ان انت قاسي كان فيك حاجات بحبها. سيبنا نبعد فترة يمكن البعد ده كده يفيدنا، وان حد سألك مرة اني ما تقولش موضوعنا انتهى. وانا لسه باقي على الحاجات اللي انا جنبك عشتها، ده انت رغم ان انت قاسي كان فيك حاجات بحبها. سيبنا نبعد فترة يمكن البعد ده كده يفيدنا، وان حد سألك مرة اني ما تقولش موضوعنا انتهى.